في 29 من تشرين الثاني في كل عام تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تضامن أممي اختير له اليوم الذي يوافق يوم صدور القرار رقم 181 عن الجمعية العامة للمنظمة الأممية سنة 1947، ذلك القرار الذي قضى ظلما بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية وإعلان مدينة القدس كيانا متميزا يخضع لنظام دولي خاص. غير أنه بعد مرور أكثر من 70 سنة على صدور القرار لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة على أرض فلسطين المغتصبة بمنطق القوة وفرض الأمر الواقع، هي الكيان الصهيوني. ويأتي اختيار ذلك التاريخ للتضامن مع الشعب الفلسطيني وكأنه اعتذار أممي عن الجريمة التي ارتكبت ولا تزال ترتكب ضد هذا الشعب، في ظل حال من العجز الدولي الواضح عن ردع الكيان الصهيوني عن ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الأرض وأصحابها. فعلى الرغم من أن قرارات الأمم المتحدة لا تجد طريقها للتنفيذ على الأرض، إلا أنها تضفي شرعية دولية على المطالب الفلسطينية، وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. وتمر ذكرى التقسيم الظالم هذا العام بينما تواجه القضية منعطفا بالغ الخطورة في ظل محاولات تصفيتها عبر الخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، وعبر موجة قاسية من تطبيع بعض الدول العربية لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني بما يمثل طعنة في قلب القضية وعونا للكيان الغاصب ضد الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين والقدس الشريف. وبحسب الخبراء فإن استعادة زخم القضية يأتي أولاً باستعادة التضامن العربي والإسلامي والانطلاق من أنها ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وإنما هي قضية كل العالم العربي والإسلامي، بل قضية كل قوى الحق والحرية في أنحاء العالم.